أعلن وزير الصحة حسن التميمي الاتفاق مع شركة أسترازينيكا على توريد 2 مليون جرعة من لقاح كورونا للعراق. التميمي خلال مؤتمر صحفي أكد أن العراق وفر الأموال المخصصة لتوفير اللقاحات المعتمدة عالميا. بالهيئة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية بإقرار 3 لقاحات اللي هو لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر وكذلك سينوفارم، وهذه اللقاحات الآن أعلنتها الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا لتوفير 2 مليون لقاح. حقيقة هناك جهد حكومي متواصل بإشراف دولة الرئيس الوزراء، وأيضا تم تكليف معالي وزير الخارجية ووزير الصحة بالتواصل مع سفراء العراق في الدول المنتجة لهذا اللقاح، بالإضافة إلى الدول المصنعة وسفراء الدول المصنعة الموجودين في العراق، تواصل مستمر، وهناك إن شاء الله نتائج قريبة نحصل عليها. كذلك اليوم خصص مجلس الوزراء مبلغ $100 مليون لتوفير اللقاحات ولتكملة الاحتياج الفعلي لهذه اللقاحات.